نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة الظفرة لهذا اليوم، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند. كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نيجيسو رئيس جمهورية الكونغو، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نيجيسو. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مون جي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية بمناسبة يوم التحرير. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس مون جي إن. كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير هانس آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الأمير هانس آدم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفدا من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة الذي قدم للسلام على سموه، وتبادل سموه الحديث مع الوفد حول الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم التنمية لقطاع الصناعة في الدولة من خلال تعزيز بيئة أعمال فاعلة ومتواصلة تتبنى الأفكار والابتكارات الاقتصادية والصناعية الجديدة. من جانبه أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والاستماع لحديث سموه، مؤكدين سعي المؤسسة لأن تكون مساهما أساسيا في التطور الاقتصادي والصناعي والعمل على تعزيز فرص الابتكارات الواعدة ضمن سياسة الدولة في بناء اقتصاد وطني متين ومستدام. بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقيات تعزية إلى الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي بالوكالة، وإلى أسرة الفقيد عبد الحسين عبد الرضا وذويه، إلى أسرة المسرح الكويتي والخليجي والعربي في وفاة المغفور له بإذن الله الفنان عبد الحسين عبد الرضا. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيد وإلى أسرة المسرح بفقدان أحد روادها الذي قدم الكثير في حياته المسرحية والفنية وترك تاريخا فنيا حافلا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن افتتاح أكاديمية الشارقة للفنون في شهر مارس من العام 2018 بالتزامن مع أيام الشارقة المسرحية. وقال صاحب السمو حاكم الشارقة إن مشروع أكاديمية الشارقة للفنون هو مشروع قديم لم يتم الشروع فيه إلا بعد التأكد من كفاءة برامجها الأكاديمية وإدارتها ومن خلال التعامل مع جامعات عريقة في المجالات الفنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه خلال مراسم توقيع اتفاقية تفاهم بين أكاديمية الشارقة للفنون وأكاديمية جيل فورد للفنون بجامعة سيري الإنجليزية
وذلك مساء أمس في قصر سموه في العاصمة البريطانية لندن، حيث وقع سموه الاتفاقية من جانب أكاديمية الشارقة للفنون، بينما وقعها عن جامعة سيري الإنجليزية رئيسها البروفيسور ماكس لو. وتأتي الاتفاقية في إطار تأسيس أكاديمية الشارقة للفنون وبناء علاقات تعاون أكاديمي وتعليمي والاستفادة من الخبرات التعليمية مع الجامعات العالمية العريقة في مجال الفنون الأدائية والعمل المسرحي. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة الصقر بن محمد اليوم سعادة ويلفيرد علي سفير جمهورية ملاوي غير المقيم لدى الدولة، والذي قدم للسلام على سموه. وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع سفير ملاوي مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها على مختلف المستويات. حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري. في إمارة الشارقة ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بخطط التنمية الشاملة وسبل تعزيز الخدمات الحكومية والمبادرات التي تتبناها الإمارة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، وبما يحقق رفاهية العيش والبيئة المستقرة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة. هذا وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة لعام 2017 ومخرجات الأنشطة للربع الأول من العام الجاري المقدم من دائرة المالية المركزية، وتضمن تقرير الأداء مؤشرات بيانية ومقارنة بين الإيرادات والصادرات للربع الأول من عام 2017 لدى الدوائر المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في إمارة الشارقة. كما تضمن التقرير نسبة الصرف الفعلي للموازنة العامة وفقا لقطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. هذا وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها. قدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مساء اليوم قدم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد أحمد خليفة البلوشي أحد أبناء القوات المسلحة البواسل الذي استشهد خلال عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الطوية بمدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. قدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عصر اليوم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سمير محمد مراد أبو بكر البلوشي أحد أبناء القوات المسلحة البواسل الذي استشهد خلال عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرقايب واحد في إمارة عجمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. زار معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان منزل المواطن حمد سيف بل عبد الشامسي تلبية لدعوته، وذلك في منطقة رملة زاخر بمدينة العين، وذلك تعزيزا للترابط والتواصل والإخاء بين أبناء الوطن. وكان في استقبال معاليه إخوان المواطن حمد سيف بل عبد الشامسي وعمومه وأبنائه وعدد من الشخصيات. ورحب المواطن حمد سيف بل عبد الشامسي بمعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حيث أثنى على الحضور متمنيا للجميع الخير والسعادة في ظل الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة. هذا وألقى الشاعر علي سالم بل عبد الشامسي عددا من القصائد الشعرية الترحيبية بتشريف معالي الشيخ سعيد بن طحنون وزياراته التي اعتاد عليها بحب وتقدير أبناء الوطن،
كما ألقى الشاعر قصيدة مدح أو قصيدة مدح فيها سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. وقد أقام المواطن حمد سيف الشامسي مأدبة عشاء بالمناسبة حضرها عدد من المسؤولين والأعيان. أعرب فخامة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد سمير محمد مراد البلوشي وأسرة الشهيد البطل جاسم صالح الزعابي اللذين استشهدا أثناء تأديتهما واجبهما الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع شقيق الشهيد رشيد محمد مراد البلوشي خلال تقديم سعادة المهندس فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة تعازيه لأسرة الشهيد بمجلس العزاء بمنطقة الرقايب 1 في إمارة عجمان. وكذلك في اتصال هاتفي ثان مع أسرة الشهيد البطل جاسم صالح الزعابي الذي ارتقى إلى الباري عز وجل أثناء تأديته واجبه الوطني والذي جاء خلال تقديم سعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة ويرافقه الوزير المفوض سلطان الباكري نائب السفير تعازيه لأسرة الشهداء في مجلس العزاء بمنطقة الجزيرة الحمراء في إمارة رأس الخيمة. هذا ودعا الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي خلال الاتصال، دعا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. كما وأكد الرئيس اليمني أن المواقف البطولية التي سطرها أبناء دولة الإمارات في اليمن نصرة للحق ودعما للشرعية ستظل محل فخر واعتزاز لقيادة وأبناء الشعب اليمني وأجياله القادمة. قدم معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية صباح اليوم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد سعيد الحساني أحد أبناء القوات المسلحة البواسل الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني خلال عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف مع الشرعية في اليمن. وأعرب معاليه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة ضدنا في إمارة الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق معاليه في تقديم واجب العزاء المهندس حسن جمع المنصوري وكيل الوزارة بالإنابة وعدد من مسؤولي الوزارة. قام معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية صباح اليوم بجولة ميدانية في المنطقة الشرقية حيث تفقد خلالها عدد من المشاريع الحيوية التي تشرف على تنفيذها الوزارة. رافق معاليه سعادة المهندس حسن جمع المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية وسعادة الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات المعنية. الزميلة شيماء الشمري والتفاصيل في سياق التقرير التالي. وجه معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية بالتقيد بالانتهاء من مشاريع المنطقة الشرقية وفق الوقت المحدد مشددا معالي على ضرورة أن تكون المشاريع منفذة وفق أرقى المواصفات العالمية وبما يواكب تطلعات الدولة في سعيها للريادة العالمية بكافة المجالات. في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن في وزارة تطوير البنية التحتية عرضنا للمشاريع على قيادتنا السياسية مبني على مخطط شمولي وحاجة حقيقية. نحن اليوم ربما الدولة الوحيدة اللي نتكلم عن خطة واضحة للعشر سنوات القادمة بالذات عندما نتكلم عن البنية التحتية. نعلم ماذا نريد من البنية التحتية، نعلم كيف نريد أن نربط هذه البنية التحتية مع التكامل الاقتصادي، نعلم كيف نربط هذه البنية التحتية مع حاجة الناس، نعلم كيف نربط هذه البنية التحتية مع مخططات الحكومة المستقبلية. لذلك المخطط الشمولي بالنسبة لنا هو 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 المحور الأساسي الذي نسير حوله. في العشر سنوات الماضية نسير بمخطط واضح. هذا الطريق الذي نحن اليوم فيه لم يأتي في السنة الماضية أو السنة اللي قبلها، هذا الطريق اللي نحن اليوم فيه خطط له قبل خمس سنوات.
واستمع معاليه إلى شرح مفصل عن مدى دور المركز الثقافي بالفجيرة في خدمة الحراك الثقافي الذي تشهده المنطقة الشرقية، ودعمه للتوجه العام لدولة الإمارات في تهيئة الأرضية الخصبة لدعم المنظومة الثقافية. وأشار معاليه إلى أن عمليات مشروع صيانة مدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي في الفجيرة بحي الفيصل تتم وفق معايير الاستدامة ومتطلبات المباني الخضراء التي تعتمدها الوزارة في كافة مشاريعها. كما وجه معالي باستكمال المراحل اللاحقة لمشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في الفجيرة بمركز خطم ملاحة وطريق كلبة الدائري خدمة لمدينتي الفجيرة وكلبة. كما وأطلق معالي مشروع تطوير واستكمال شبكات الطرق الرابطة بين مدن الساحل الشرقي والمتمثلة في طريق خورفكان الغربي الدائري بتكلفة مقدارها 150 مليون درهم، والذي يعتبر من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية بالساحل الشرقي لدولة الإمارات. ولفت معاليه إلى أن أهمية المشروع تتمثل في تدعيم شبكة الطرق الاتحادية بالإمارات الشمالية. واستكمالا لجولة الميدانية، تفقد معاليه مشروع مبنى محكمة خورفكان الذي تصل تكلفته التقديرية حوالي 45 مليون درهم، والمتوقع الانتهاء منه العام المقبل 2018. هذا بالإضافة الذي قاله وزير البنية التحتية، نفذنا 260 كيلومترا من مشروع القطار الخليجي، وكذلك أضاف بأن ندرس مشروع اتحادي يلزم الشاحنات بالسير على طرق محددة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. في موضوع آخر، قدم وفد من وزارة الداخلية برئاسة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل الوزارة يرافقه عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة صباح اليوم واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن الملازم أول طيار جاسم صالح الزعابي والوكيل محمد سعيد الحساني والوكيل سمير محمد مراد أبو بكر أبناء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا خلال عملية إعادة الأمل في اليمن. وضم الوفد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، وعدد من كبار ضباط الوزارة. وأعرب الوفد خلال زيارتهم مجالس العزاء في كل من إمارة عجمان وإمارة رأس الخيمة وإمارة الفجيرة عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسر وذوي الشهداء. ترأس سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي عقد في مقر مديرية شرطة العين، الذي تم خلال الاجتماع الاطلاع على تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبحث فرص التحسين والتطوير للوصول إلى أفضل مستويات الأداء وجودة الخدمات في شرطة أبوظبي، وذلك بحضور عدد من مديري القطاعات الشرطية. حققت منظومة الخدمات الذكية للجنسية والإقامة التي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرا على مستوى إمارات الدولة أرقاما قياسية في معدلات تقديم الخدمات، مع تواصل التفاعل الإيجابي من قبل المتعاملين والبدء بإجراءات التسجيل في المنظومة للاستفادة من خدماتها الذكية، والتي تنسجم مع حرص وزارة الداخلية على تقديم خدمات ريادية تتوافق مع توجهات الحكومة الاتحادية في تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات 2021 منذ أن أطلقت المسرعات الحكومية. وقد أظهرت البيانات المسجلة فعليا في معاملات تم إجراؤها وفق المنظومة الحديثة تحقيق أرقام قياسية في إنهاء معاملات أساسية مثل إصدار أذونات الدخول أو إصدار إقامة لأول مرة أو تجديدها أو معاملات فرعية متعلقة بها مثل تعديل الوضع وفتح ملف لينكفيل ودفع الغرامات، متفوقة بذلك على العديد من نظيراتها في دول العالم المتقدمة. سلم سعادة محمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة إلى أسرة الشهيد جمعة محمد عبد الله الكعبي جائزة الإنجاز لعام 2017، وذلك تكريما وتقديرا لدوره الإنساني البارز وإنجازاته في أفغانستان. وكانت جائزة الإنجاز لعام 2017
قد تم منحها من منظمة المرأة من أجل المرأة الأفغانية، والتي تسلمتها في نيويورك سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وذلك نيابة عن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. وتعتبر جائزة الإنجاز المخصصة للشهيد الكعبي أو تعبر عن تقدير المنظمة لإنجازاته في أفغانستان باعتباره سفيرا للإنسانية، حيث تعتبر هذه الجائزة تقديرا للسفير الراحل جمعة الكعبي الذي كرس نفسه لخدمة السلام في أفغانستان. أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة الأضاحي لعام 2017 تحت شعار إسعادهم عيدنا، وذلك لحشد الدعم الإنساني لصالح مشاريع الحملة التي رصد لها الهلال الأحمر الإماراتي مبلغ 45 مليون درهم، مستهدفا 215,021 مستفيدا من المعوزين والمتعففين داخل الدولة وفي 67 دولة حول العالم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم في المقر الرئيسي للهلال الأحمر في العاصمة أبوظبي بحضور عدد من مدراء فروع الهيئة والسيد وهيب الخزرجي من مصرف أبوظبي الإسلامي الراعي الاستراتيجي لحملة الأضاحي. هذا وأكد محمد سعيد الرميثي نائب الأمين العام لشؤون المحلية بالإنابة في كلمة ألقاها بداية المؤتمر الصحفي بأن توجيهات القيادة الرشيدة للهلال الأحمر تقضي بمد يد العون الإنساني للشرائح الضعيفة بالمجتمع المحلي وللمحتاجين على المستوى الدولي، وكذلك تعزيز الشراكة الإنسانية للهيئة مع الشركاء الاستراتيجيين للهلال الأحمر والهيئات الرسمية والمؤسسات الخاصة وكبار المحسنين وكافة أفراد المجتمع. نظمت لجنة أصحاب الهمم ورشة عمل تحت عنوان قل ولا تقل يوم أمس الاثنين في مقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دبي لأربعين مستفيدا ضمن البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية صيف بلادي 2017، وذلك بهدف التعريف بالمصطلحات العلمية الصحيحة في مجال ذوي الإعاقة. حضر الورشة سعادة إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وسعادة خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات صيف بلادي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة العليا وإلى مجموعة من الموظفين والمتطوعين. إلى شأن القطري، حيث كشفت مصادر سياسية النقاب لصحيفة العرب اللندنية عن تنسيق إيراني قطري على الأرض لجمع عدد من الفرقاء وإنشاء تيار أوسع في مواجهة التحالف العربي، وأشارت إلى قيام الدوحة بدور كبير في التنسيق بين الحوثيين والجناح الإخواني اليميني أو اليمني الذي توجد معظم قياداته في تركيا. ووفقا للمصادر، تعمل الدوحة بالتنسيق مع طهران على الدفع باتجاه تكوين جبهة عريضة من الإخوان والحوثيين. إلى الشأن الاقتصادي، أعلن إكسبو 2020 دبي عن إتاحة الفرصة لمنتجي الملابس والأدوات المنزلية لإنتاج سلع مرخصة ستتاح للبيع أمام جمهور عالمي ضخم يتكون من 25 مليون زائر متوقع خلال الأشهر الستة للاستضافة المرتقبة. ويمثل إنتاج هاتين الفئتين الجديدتين فرصة لتعزيز العلامة التجارية للشركات العالمية للولوج إلى أسواق المنطقة التي يسكنها أكثر من 3 مليارات نسمة، وهي فرصة أيضا للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة والمنطقة لتعريف العالم بالصناعات الحرفية في الملابس والأدوات المنزلية في دولة الإمارات والمنطقة بتنوع ثقافاتها. وسيجري بيع منتجات إكسبو 2020 دبي المرخصة التي ستضم أكثر من 5000 سلعة مميزة في منافذ مختارة في جميع أنحاء دولة الإمارات، ومن ضمنها متجر المستقبل الذي تمتد مساحته على 3000 متر مربع، وأيضا ستباع المنتجات المرخصة عبر شبكة الإنترنت. أصدرت بلدية دبي تعميما للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمطورين باستخدام مصباح دبي في المشاريع التابعة لها بدلا من أي مصابيح أخرى مشابهة من حيث الشكل والقوة الكهربائية. وتأتي مبادرة البلدية بإنتاج مصباح دبي في إطار الجهود المستمرة لترسيخ الاستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة بشراكات عالمية ومتخصصة وبرعاية تامة منها،
حيث تكللت هذه الجهود بالوصول إلى ابتكار المصباح بقدرة عالية جدا للتوفير في الطاقة تصل إلى 95% مع زيادة كبيرة في عمره الافتراضي والتي تصل إلى 25,000 ساعة. المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي يواصل التراجع وسط انخفاض بالسيولة، والمؤشر العام لسوق دبي المالي يواصل التراجع بفعل النتائج، أما العقار ينجو وحيدا. إذن لنتابع آخر إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملاتها لهذا اليوم. وإليكم مشاهدين نظرة سريعة على درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في دولة الإمارات ليوم غد الأربعاء بإذن الله تعالى. هذا كل ما لدينا حتى الساعة، نشكركم على كرم وطيب المتابعة، إلى أن نلقاكم، لكن مني ومن جميع أفراد وطاقم البرنامج أجمل التحيات، في أمان الله.